أول مؤاخذة على واحد من مخرجات هذه المبادرة أو من بنود هذه المبادرة، نعم أنه عندما يتم اختيار رئيس الوزراء يعني يقوم المجلس يجب الأعلى، أن يكون هناك اتفاق يعني المجلس بين الأعلى، السياسيين. نعم، نعم. إذا افترضنا أن هناك حتى اتفاق بأن يكون الكلمة الأخيرة للمجلس العسكري أو للمجلس الأعلى للأمن والدفاع بأنهما من يوافق على هذه المسألة، وهذا يعني تحديدا أنه ما زالت القوى العسكرية هي موجودة في ساحة العمل السياسي، وهي من تحدد توجهات وتقبل هذا وترفض ذاك، إضافة لأنها تقول أنها ابتعدت عن السلطة وعن السياسة وهي ممسكة بزمام الأمور. يمكن هذه المبادرة عندما يتحدثون عن تعيين أو ترشيح رئيس وزراء يبدو أن هنالك شيء تم داخل المطبخ وتم يعني تحضيره، لأن هنالك يمكن تسربت من هنا وهناك نقرأ بعض الاستطلاعات عن ترشيح رئيس وزراء وعدد أصوات، وحتى يعني بشكل يشي بأن هنالك من يريد أن يمرر بعض الأجندة وبعض الأمور في الشعب السوداني، عندما تخرج لي باستطلاعات للرأي وتقول بأن هذا عدد من الأصوات، ما هي الآلية التي تتم بها مثل هذه الاستطلاعات ومن الذين تم استطلاعهم، كل هذه الأمور يعني تشير إلى أن هنالك من يحاول أن يفرض واقع جديد على السودانيين عبر تمرير مثل هذه الأمور، ولكن كما أسلفت أنا بأنه محاولة فرض أي حكومة غير متوافق عليها لن تجد الرضا والقبول من الشعب السوداني ولا من المجتمع الدولي. يمكن نحن شاهدنا بيانات مجموعة الترويكا اللي بتتكون من النرويج والمملكة صحيح. المتحدة وأمريكا صحيح. وكذلك المجتمع الغربي بأنهم يرفضون أي حكومة إلا إذا كانت ذات مصداقية وتمثل توافق حقيقي بين السودانيين، ويتطابق هذا الرأي مع رأي الشارع السوداني مع رأي المجتمع الإقليمي الموجود. يمكن كلنا شاهدنا المبادرة الأمريكية السعودية في حين التي جمعت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وتحدثوا في ذات الإطار بأنه لا بد أن تكون هنالك حكومة متوافق عليها، بالتالي محاولة فرض رئيس وزراء بهذه الكيفية نعم. لن تزيد المشهد إلا تعقيدا.